يسجد لك كل أهل الأرض ويرتلوا لك، هللوا لله يا جميع أهل الأرض. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطيا. يا إخوة، لما حان ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. وبما أنكم أبناء أرسل الله الروح ابنه إلى قلوبكم صارخا نحو الآب يا أبانا. فلست أبعد عبدا، بل أنت ابن، وإذا كنت ابنا فأنت وارث لله. بيسوع المسيح.